السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الوحدة السابعة، الأسبوع 26، يعني الأسبوع الأول في الوحدة السابعة، مرجع منير في اللغة العربية، المستوى الخامس، مكون التراكيب، المفعول فيه. نبدأ على بركة الله. إذا أتذكر الدرس الماضي المفعول المطلق والمفعول لأجله. آتي بجملة تتضمن مفعولا مطلقا وأخرى تتضمن مفعولا لأجله. إذن هذه الجملة تتضمن مفعولا مطلقا: نام الطفل نوما هنيئا، سافرت طلبا للرزق. إذن سنقوم بقراءة النص، وبعد القراءة وقد نكون قد استوعبنا النص نجيب على أسئلة الفهم. إذا النص: موسم الحرث. كيف كانت معاملة الحاج موسى للعمال؟ كان الحاج موسى يعامل العمال معاملة طيبة ويستقبلهم دائما بابتسامته. ما الفرق بين الفلاحة العصرية والفلاحة التقليدية؟ الفلاحة العصرية تعتمد على الآلات الحديثة للرفع من الإنتاج وتسريع العمل. إذا سنستخرج جملا تتضمن مفعولا فيه، وبعد ذلك سنشرح معنى المفعول فيه. إذا: متى كان أحمد يشغل محراثه؟ كان أحمد قد شغله باكرا. أين وضع حاجاته؟ وضع فوقها حاجاته. إذن ماذا وضع فوقها؟ وضع فوقها حاجاته. طلب أن يضع غدا. أين طلب أن يضع غدا؟ أين يضع غدا غداءهم؟ طلب أن يضع غداءهم داخل سيارته. كم تستغرق عملية الحرث؟ تستغرق عملية الحرث يوما كاملا. كم تدوم؟ تدوم أسبوعا. ماذا رسم خلفه؟ رسم خلفه عدة شقوق. إذا لاحظوا أن كلمة باكرا تبين لنا زمن وقوع الشغل. هذا الفعل شغل وقع باكرا. فوق تبين مكان وقوع الوضع، أين وضع فوق. إذن أن هذا المفعول فيه نسمي هذا الذي يدل على الزمان نسميه ظرف زمان أو مفعول فيه، وهذا نسميه ظرف مكان أو مفعول فيه. كذلك داخل فهو يدل على مكان وقوع، فهو ظرف مكان أو نقول مفعول فيه. ظرف زمان أو مفعول فيه، يوما يدل على زمان وقوع، أسبوعا كذلك ظرف زمان أو مفعولا فيه، خلفه مفعول فيه أو ظرف مكان. لاحظ معي أن المفعول فيه يكون دائما منصوبا، الكلمات الملونة جاءت منصوبة، وهذه الكلمة الملونة هي المفعول فيه: باكرا، يوما، أسبوعا، فوق، داخل، خلف. كاع المفاعيل كمفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق، مفعول فيه، كلها تأتي منصوبة. إذا أجيب على هذه الأسئلة، أنجز في دفتري: أملأ الفراغ بالظرف المناسب: ساعة، فوق، بين، صباحا، تحت. كنت أتجول بين الأشجار صباحا فرأيت عصفورا فوق أحد الأغصان يغرد. أعجبني تغريده فجلست تحت الشجرة أستمتع ساعة من الزمن. أركب جملة تتضمن ظرفا للزمان، يعني مفعول فيه، ظرفا للزمان، وأخرى تتضمن ظرفا للمكان.
نحن قمنا بتركيب جملتين، ظرف زمان تكثر الغيوم شتاء، عند المغرب يحين وقت الصلاة. بل ظرف مكان، جلست أمام الأستاذ وقفت جنب والدي. ننتقل إلى الإعراب، أعرب رسم خلفه عدة شقوق عميقة. رسم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، خلفه مفعول فيه أو ظرف مكان منصوب بالفتحة طبعا الدائرة الأخيرة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. عدة مفعول به منصوب بالفتحة الدائرة الأخيرة وهو مضاف، شقوق مضاف إليه مجرور بتنوين القصر وهو مضاف، لا عفوا بتنوين القصر، عميقة نعت تابع لمنعوته في الجر. والسلام عليكم ورحمة الله. سننتقل في الفيديو القادم إلى درس اسماء الزمان والمكان، والسلام عليكم ورحمة الله.